انا الاسم ديالي المسيدي فاطمه، زوجة منصور جمال، خدام في الناظور في شركه افيردا. هاد السيد راه ظلم داك الانسان وقال بانه ما قبضش من عنده الرشوه، ما قبضش من عنده الفلوس. هاد 5 مليون اللي كيقول هاد السيد انا شفتها بعينيا وتصرفات قدام عينيا ومستعد نشهد في اي بلاصه وفي اي مكان. هاد 5 مليون صلح بها الكوزينة وشرى بها الثلاجة وشرى بها الصبانة. ومني سولته مني جاتك هاد الفلوس قال لي انا غير كنكشط في عباد الله. قلت له كيفاش كتكشط في عباد الله؟ قال لي ماشي شغلك هاد الامور، ما غتفهميهاش انت، ديها في مرضك. وانا كنت مريضة على فراش الموت في واحد الحالة لا يرثى لها، والسيد كيوجد الدار ويقاددها باش غادي يدخل عشيقته ليها ومأكد مني انا غادي نموت. هاد السيد راه داير حالة في هاد الناس. هاد السيد راه كيقول لهم انا ما عنديش حبابي خدامين معايا، ولا لقيتوهم ديروا فيا ما بغيتوا. فعلا كاينين حبابه، كاين نويورة عز الدين وكاين نويورة رضوان، وهاد نويورة عز الدين نويورة رضوان امهم وحده منصور زهرة، ودخل ولد اخته واحد اخر من الرباط سميتو محسن، مو منصور مالكة. خدم 3 ايام ومنين نضت هاد الفضيحه ونض هاد الغوات خرجوا وصيفطوا لدارهم، قال له سير تتهدل الامور عاد اجي. هاد السيد قال لك كيقبض 80000 ريال في الشهر، كيقبض 12000 ريال ديال الدراري، كيقبض 26000 ريال ديال العسكر، يعني الصالير ديالو كله 120000 ريال. هاد 120 كيصيفط لنا منها 30000 ريال المصروف، كيخلص 24000 ريال ديال الكريدي ديال الدار، 20000 ريال كتمشي له في الكارو في الشراب شهريا، 10000 ريال باش كاري تما، كتبقى له 14000 ريال ولا 10000 ريال. واش يمكن له يشري بها سياره ب6 مليون؟ منين سولته على هاد السياره قال لك المدير شراها لي. صحابو كيقول لهم انا بعت الارض وشريت هاد السياره، انا سولت على هاد الارض ما بيعت حتى حاجه من هاد الارض. هاد السيد كيكذب وكيقبط الرشاوي وكيكشط في عباد الله. راه الا ما عتقتوش هاد الناس منه راه غادي يزيد يدير شي كوارث اخرين كثر من هاد الشيء. راه خرج على الامه هاد السيد، راه خرج على ولاده وما قدرش يحافظ حتى على دارو ما قدرش يحافظ عليها. شتت دارو وشتت ولاده وشتت المراه ب4 دراري وشتت دارو ما خلاهاش مجموعه. الاسره ديالو ما قدرش يحافظ عليها، غادي يحافظ على 326 البشر. هاد السيد راه ما مزيانش، تصرفاته ما مزيانش. انا كنشهد فيه اكبر مجرم على وجه الارض شفتو في هاد الدنيا، عمري ما شفت شي مجرم بحال هاد الانسان هذا. وهذا الشيء اللي كنقول.